شو المعركة؟ اجت له كبيرة. هلا لها تحدي البقدونس. هاي البقدونسي من بذرة واحدة، اللي بيقدر يطلع أكتر منها بياخد جائزة. بذرة واحدة في علبة واحدة طولها يفوق على 70 سنتيمتر، تمام؟ هاي أطول من إيدي، أطول من دراعي يعني. وهاي القطط عم يتشمسوا، هاي الشام تنقبضوا عليهم، الشام تضرب بران. شايفين ما تضربها ليه؟ لأنه كل القطط معاقبين بسبب بران، فشام عم تضربها من لما بلشت العقاب. بيري ضربت الشام، هاي بران عم تشم البقدونس. بيري هاجم شام، شام تجلس. حبوا بعض، حبوا بعض يا شباب. شفتوا؟ بقول انا معركة الثأر لا تقعدي عنانا. طردتها وقعدت محلها. هلا عشان بدها تهاجم. جيراني بلشوا يشطفوا الباب. هذا الإزعاج اليومي. يلا شام لذيذ يعني، بس هاللعب هذا يعني شوي متجحش، يعني مو متوحش، متجحش. هاي بيري اللي كله عم يتعاقب من شانه، هاي شام لأنه هي زعلانة من بيري، ها من بوران عفوا، بوران هاي اللي عم يتعاقب من شانه الكل، هاي شام عم تضرب بوران، هاي بيري اللي هي شايف الشغلة مو حرزانة، وإنه يعني بكرة كلنا حيجي علينا الدور بالجزا. يا ولي باي، ولي باي شامو، قولي باي. قلت لك نو ميرسي، آسف لأنه الشحاطة ظهرت بالكاميرا. هاي الشحاطة مرسيدس، وأنا ما حابب أشوف حالي على العالم إنه عندي شحاطة مرسيدس، لكن بدون أي قصد ظهرت الشحاطة بالكاميرا. شحاطة مرسيدس موديل 2022، راكب واحد، 7 سلندر.
شامو شايفين لعب القطط مع حدا؟ شامو هذا شامو تلعب مع الدبان. شامو شامو يا ست القطايط شامو. تعرف بيطلع لك غناية بيه؟ بحبوا بعضهم كثير القطط هدول، يعني هلا عم يلعبوا ما عم يتخانقوا بس لعبن هيك. شوفوا البقدونسي نسبة لشامو، شايفين؟ لا بذرة واحدة، بذرة واحدة فقط. بتعرفوا البركة لما تحل البركة بشيء